اوكي الحمد لله السلامة، وصلنا مطار هيثرو، خلصنا اجراءات كم بطاقة وطلعناها، فالحين رايحين ان شاء الله. والله مع شكلك جوستر كارد وما ادري شيء زي كذا تعبيها، استخدمت متروات ما ادري ليش، قاعد اناظر الشاشة فوق المفروض اناظر عدسة، فزبدة. راح نروح الحين ان شاء الله ونشوف ايش السالفة. اخيرا بنطلع من ذا المكان، يا ساتر يا ساتر المكان اللي قاعد اشوفه، يا رجل يا رجل وش ذا المكان الرهيب. اول مره تطأ قدمي لندن، والله يا شيء رهيب، يا سلام فتحت نفسي يا اخي. ما ادري وين اروح، لكن مستمتع انا بالجو، اهم شيء مستمتع بالجو، بعدين وقتها افكر متى القى الادرس حق الفندق. لكن الحين الاجواء والله يا رهيبه، بس برد برد، يوه بس والله الاجواء رهيبه يا اخي، يا ساتر يا ساتر. انا ما ادري اذا الصوت واضح ولا لا، وما ادري وين اروح. ما ادري ليش قاعد اناظر الشاشه فوق، المفروض اناظر عدسه. على فكره هذه اول مره اسافر لحالي، يعني عادة أنا أسافر دائما مع أخوياي مع أهلي. طبعا ترى واصل أنا تقريبا قبل، واصل قبل ساعتين، لكن توني أطلع من الأندرغراوند. أندرغراوند طولنا فيها، قعدنا يمكن ساعة ونص من مترو لمترو، فشي شي شي والله متعب صراحة. رحلة سبع ساعات تقريبا، وفوقها ساعة ونص أو ساعة وربع. إيش في ذا مستعجل؟ أخوي عامر اركب الخط، شكله بيلحق على الباص. ساعة وربع أندرغراوند، والله شيء مش ممكن. الزبده اني انا ضيعت، قمت اسولف وضيعت. طيب سالت واحد يقول ان طريقك هنا. الزبده لبت، تعرفون وش معنى التلبيد؟ لبت، اقسم بالله ما عليك من احد، مش لابس ومش مالبس، اذا صكك البرد تدخل فيك خليك ما تستانس السفر. طبعا انا جاي هنا ان شاء الله، اللي بيسال وش السالفه يا ريان، جاي هنا اغطي لكم معرض بارك راي 5. تقريبا اليوم هو اليوم اللي ممكن اتمشى فيه، بكره ان شاء الله راح يكون فيه المعرض، ومن بعدها راجع، يعني ما راح اطول حتى. ف تجربة حلوة، يعني تقدر تقول هذه سفرة جس النبض، يعني تعرف وش سالفة في لندن، يعني ممكن تحبها وتجيها بعدين. والله حتى الآن نظرة أولية خرافية مرضية، لندن شيء مو صاحي. الزبدة سألت قبل شوي قال راح تحصله يسار. يسار وين يا الطيب؟ هل يبيني ألف يسار؟ شوف قاعدة، ابعد عن أي زقاق عشان ما يفقعون وجهك، لذلك راح قدام راح تحصله يسارك إن شاء الله. اوكي حصلته، هذا هو الفندق حقي. طبعا شكله غريب جدا، كان عمارة عادية. طيب ريان الحين وش طريقة؟ تبغى تقطع الشارع يا حبيبي، ما انت في السعودية، روح لآخر الشارع وقطع مع الإشارة. النظام نظام يا حبيبي، سالفة انك تقطع الشارع لا يا حبيبي، ما انت قاعد بسم الله. وش ذا اللي جاي قدامي؟ اخري لا اشوته. طبعا الشعب هنا منفس حاليا لأنه وقت دوامهم، اقسم بالله يا الباصات قبل شوي زحمه موت. طب اسبر المدينه، اروح هنا ولا ما اقدر؟ يبي يقطع، اشرد لا احد يجي يصدمك. طيب لف يسار بعدها راح تحصل الفندق يسارك. هو المفروض اني ما اسوي تشيك ان الحين، المفروض الظهر، والحين الساعه تقريبا 9 صباح وقت دواماتهم، فغالبا بيكرشوني، لكن اذا وافقوا ممتاز جدا. عندي احساس كبير ان الصوت ابدا مو واضح، وما ادري عن الاهتزاز، الصوت غالبا مو واضح، لكن اهتزاز ممكن ها الواحد يقدر يدركه، يحاول يثبت يده. الزبده هذا اسم الفندق حقي يا اخي، غريب حاطينه باسم صغير مره. طيب خش على الثالث. اوكي صرنا الدور الثالث. طيب هنا 301 الى 325، حلو معناته يسار. طيب ترى اول مره اسوي فلوق، فاعذروني في اخطاء، انا متاكد ان في اخطاء واجد. المفروض ما اتكلم الحين، ناس نايمين، ناس نايمين. يا ساتر يا ساتر. المفروض ما اتكلم بصوت عالي اتوقع. 311 هذه غرفتنا. يا سلام يا سلام. طيب نحط هذه هنا، شو اللمبات. يا سلام يا سلام، هلا والله هلا والله. وش الغرفة الصغيرة، والله غرفة صغيرة مرة، يا الله
والله يا اخي رايقه، اقسم بالله رايقه. طح ما ادري دخلت في اوكي المطل، واو مطل مره مره واو، لكن اهم شيء انها غرفه لحالي اقدر انام الحين براحتي. يس يا رجل يا رجل، مطار اقسم بالله عانيت. اوكي ما ادري ما عندي صوتي، بيطردوني الحين في المطار اقسم بالله عانيت المحاناة مو بصاحي. اشوف الحمام، تكفى شطاف، تكفى في شطاف، تكفى في شطاف، تكفى في شطاف، تكفى في شطاف. لا يا شيخ شوف القهر والله غبنا. تخيل وصلت الساعه 9 و11 دقيقه وهم فطورهم من الساعه اتوقع 7 او اي 7 لين 9، ساعتين بس، فراح 11 دقيقه بس تاخرت راحت علي. مساء الخير، ما ادري صباح الخير. الزبده اخذت لي غطه كذا تقريبا ساعتين، والحين صحيت وجوعان لاني اخر شيء اكلت تقريبا الطيار نفسها، فلذلك رايح الحين اتقهوى سلاش اتغدى في نفس الوقت، باخذ شيء كذا على الخفيف لان اليوم ان شاء الله باذن الله في الليل راح يكون كذا في ميتنج وراح يكون في عشاء مع بعض. فالزبده الاجواء خياليه، وما كنت بطلع الصراحه، لكن يعني كان المعيقنا تقريبا هي المظله اللي معي اللي ماسكها، لكن يوم طلعت تحت ونزلت تحت على الريسبشن سالتهم قلت وين اشتريها؟ قالوا احنا يعني نوزع مجانا بس رجعها لنا مضبوطه يعني، فقلت ابد تاتوها. ندلع نفسنا شويه، انا احس ان نزخنا بالسعر لكن يلا ما يخالف. طلبت لي لاتيه وكروسان، يعني شيء كذا تصويري لين العشاء. اهم شيء الطعم، اهم شيء الطعم. لا 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 بأس. يا الله صباح خير، اليوم الثاني، اليوم ان شاء الله راح نروح المعرض، فتوني صاحي الحين. راح ننزل بعد شوي ان شاء الله مع الشباب، راح نفطر باذن الله، بعدها ان شاء الله بنص ساعه راح توجه على طول المعرض. معرض بسيط ورهيب فكرته عن فارك رايفا. تبدا الاجواء هنا يا اخي اقسم بالله، طبعا توهم الناس توهم قاعدين يروحون دواماتهم. المهم علينا، راح اغير ان شاء الله وانزل على طول مع الشباب، فيب نشوفكم هناك. خلصنا الفطور والحين رايحين ان شاء الله للمعرض لبنت. والله الجو جيد، ما لبست مره واجد اليوم لكن جو جيد، جو جيد، تعودنا اتوقع تعودنا خلاص. اوكي وصلنا المعرض، طبعا المعرض شكله رهيب مره يا ساتر، مدخلينك جو اللعبه. بوريكم خلف الكواليس هذا اللي شفتوه قبل من هنا سويته. المهم راح ننزل الحين ان شاء الله وراح اصور لكم باقي المكان لاني باقي ما تعمقت فيه مره. الزبده ان المكان رهيب مره، كويس ان جايين بكريين بعد شوي بتصير زحمه. زبده المكان ذا مره رهيب، الديزاين حقه كله خرافي، كله فارك راي 5، كله فارك راي، حتى البوسترات اللي هنا كل شيء كل شيء رهيب يا اخي، والله معجبني الديزاين مره. وما وريتكم بالضبط هذا ديزاين حق هنا، طبعا غرف ما ودي اوريكم اياها من جوا لانه ممنوع، بس غرف هذه فيها الالعاب انك تلعب وتسجل، وسجلت كل شيء وان شاء الله راح ينزل. جربنا لعبه تقريبا ساعتين بالضبط، تقريبا بالضبط كذا ما ينفع، جربنا لعبه ساعتين بالضبط، ساعه ونص سنجل بلاير للتختيم ونص ساعه جربتها كوب مع سموكي، مره رهيب الكوب. طيب جايين ذا المكان، المكان غريب مره في البدايه، ملابس اشياء تلبسها غريبه، جاكيتات جلوفز شيء غريبه، بعدين خش لك على جلسات يمين يسار، اوكي حلاق، مكان غريب جدا، ثلاث اشياء في مكان واحد، حلاق، مكان غريب جدا. شو المعنى؟ ان الرابط قاعد يدهور هو اظن يعني
بخير.